السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزير دين وأستاذكم. فيديو جديد، فيديو اليوم راح نلعب فيفا 22، بس إيش؟ طور الأبطال الشامبيونز. وصلنا الشامبيونز، وبصراحة ندمت إني وصلت الشامبيونز. احضروا فيديو بتعرفوا ليش ندمت، بس بدون ما نطول أكثر، لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا. صدمة كبيرة. أوكي، هاي الأبطال يا كبير. شوف فريقه، بس أنت شوف فريقه يا عفو الله. يمه هجومه، يمه يا اخوان. 6-0 له، كويس. ها، اهلا ونريد فيها الاثاره كما هو الحال مع هذه الاجواء نايس. مع كل ممكن الكره استر عليك. لا يا عمري، يا نيويار، اول مباراه لنيويار، ان شاء الله يبدع يا رب. لازم تبدع. اوكي تمام. وين تعرف؟ التحدي بشكل ممتاز على الطرف، يعود بالكرة بعد عرضية ممتازة. رونالدو بيلعب كرة بينية، مش طبيعي. ليش ألعب شامبيونز أنا؟ شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. ليفاندوفسكي، آه، من أول قصد لسون أنا. خلصها في اللقطة الماضية. نايس. فيش كرة بتمر من عنده. روح تكفى جول بس هيك يعني. اوه جول، والله فكرت طلعت برا. ليتس جو، تخيل فيها امل، تخيلوا. لا والله والله اللي تحت اني مررت. انا مر اللي تحت من الاصل. والضغط عالي في منطقة الخصم واستخلاص الكرة. مش طبيعي، طبيعي. ولا كرة بتمر. إذا كون ما لعبش بالشامبيون مرة ثانية. طحن اسم فريقه، جاي يطحن ويروح. إيدن هازارد، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. يا عمري يا هافرتز، الله روح. تخيلوا تخيلوا يا جماعة. شت، جي جي. هي الفرصة. ليتس جو يا اخوان، والله فيها رجعة، فيها رجعة، والله فيها رجعة. خد هاي دبل يا عمي، والله في رجعة، والله انه في رجعة يا اخوان. دقيقة دقيقة، اذا ما مرش هاي يعني يا نبيل نبيل، نتفاهم، الدنيا حوارات. متسلل متسلل، صدق متسلل. كريستيانو بيعدي بشكل ممتاز. يا عيني يا كريستيانو، لاعب لا يتوقف ولا يكتفي. دخل لفريق حقه يمكن 3 مليار. اوكي، هذا فريق يعني اشي مقبول. الله يستر يا رب يكون حمار، ما انا ما اتوقعش حد بوصل الابطال بيكون حمار غيري، يعني غيري. وين رايح ستيرلينج؟ من ركضته عرفت انه ستيرلينج. اوكي، راح ستيرلينج، راح. اوكي نايس. تقدم للامام من جونيورز، محاولة هدف تقدم، يتدخل وكرة باتجاه المرمى. سبحان الله كيف اجت للاعبه، حرام والله.
امام الساحه كبيره لاستغلالها الان. يس الكره بعد هذا التدخل، رؤيه ممتازه، كره متسلل هذا خذها، مش فاهم انا. سانشو فرصه يمرر الكره في الشباك، والله حرام. انطلاقه وبدايه فرصه، حرفيه في المنطقه، تشتيت سيء للكره في هذا المكان. جول، ليتس جو. والله جواله رهيب ليفا. بس حكم يعطي الافضليه، يتجه بعمق الملعب. وهذا العرضه بتخلص، يا حظك يا حظك، اعطيني حظك وارميني من البحر. تمريره سيئه والان فقدان الكره. جيمي باردي سياش، ليتس جو. يلا رجعنا رجعنا يا اخوان، تشامبيونز طلع ايزي يا اخوان، ان شاء الله يعني. يا عمري ليتس جو، هاي ايش بدها؟ لا بدي اخلط يا اخوان لحالها شالها اخوان، احلى قلب الطاولة. بس ان شاء الله تكمل يعني. الو الو، في طاولة قلبناها يا شباب، لا ترجعوا تعدلوها، تكفى. اوكي نايس، باخذ الكرة منه عشان يرجع لي اياها. ليتس جو، لو انه ما بتفنن كان فايز علي 10-0 هذا، بس كثير بتفنن، فكر حاله فنان. يا عمري انهيها يا كبير، القم يا حبيبي، القم القم يا روحي. كان بقول لكم والله لولا ما بتفنن هذا لكان فايز علي هسه، بس كثير كثير طلع قديش ضيع وقت. لا والله والله ما قصدي له. بشير هاي هجمة مرتدة. شت ليه؟ دقيقة واحدة فقط تفصل عن نهاية الوقت. هذه كرة هدف الآن. يوم ما يوصل نيويورك. خلاص عادي 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 عادي، فايزين فايزين خلاص. حج فزنا، حج خلص الوقت، حج القم بس. ايزي ايزي الشامبيونز.